كذا قاعدة الصوت أحسن صح؟ كذا إيه إيه كذا أحسن من أول. يلا أوكي يلا نبدأ. يلا خلنا نبدأ. يلا. أنا حصة محمد، مواطنة سعودية من مدينة الرياض، وحنا بيوم 17 يونيو. أنا الحين بسوق السيارة في شوارع الرياض كحق شرعي لي، ومع أصدقتي سارة لتوثيق الحدث. هاي. أوكي يلا نبدأ. بسم الله. تكلم الله. حصة. هلا. دقيقة دقيقة بس. شعرك. إيش في شعر؟ باين زيادة، لو ترفعين الطرحة شوي كذا. لو تخلينا جوا الطرحة. إيه. كذا. أيوة كذا كويس. كذا. أوكي. يلا. ولا أقول لك الغرة لو تنزلينها شوي. أنزلها. أيوة. أوكي. لا 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 ما أقصد كذا. أقصد أنا على جنب، يعني أحس إنها مو ضابطة. أقول لك حطي فرقة بالنص. تخيلي أنا حط فرقة بالنص. تخيليني بس. طيب جربي جربي جربي. لا لكني ما بنقص حط نقطة. خلاص خلاص خليه كذا. والله بيطلع لك حلو. لا 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 خلاص حطها مع الجنب الثاني. وش رايك كذا؟ اقول لا تقعدين تحسين فيها. تعرفين من عمت الشعر قاعده اصلا احوس اسوي بغطي شعري كله خلاص كذا ضابط. خلينا شي. لا 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 تغطينا. ليش تغطينا؟ ها وش بسوي؟ لونه مره حلو مع الشمس. ليش تغطين شعرك؟ اي جنن. طيب. كذا ارفعي ارفعي شوي هذه. اقول لك انا احول لك. ايش راح تسوي؟ سوي حطي كذا معك يعني. ايوه حطي خصله كذا. طيب حطي شعرك كذا. ارفعي راسك كذا. ارفعي شعرك. ايوه أوكي. بس كثير كذا. طبعا حنا الحين بيوم 20 يونيو، صح انه احنا متاخرين لنا 3 ايام، ولكن القضيه ليست قضيه تاريخ، انما قضيه مبدا، لان القياده حق مشروع للمراه. اوكي. اولا نشغل السياره. بسم الله. بس شيء واحد بس، معلش احس اني غثيتك وكذا، توني تذكرت والله. تفضلي. حواجبك. ايش في حواجبي؟ ايش في حواجبي؟ مره حلوين صراحه، بس ما ادري ايش فيك انت، ليش تغطينها بالغره؟ ارفعي الغره شوي. ايوه ارفعيها كذا. رجعنا قصه الغره مره ثانيه. الغره مره ثانيه، الغره ضابطه اليوم، وحواجبي انا مسويتها زين من امس، فخليها في حالها. تدرين شلون القصه ولا حواجبي؟ والله القصه طاحه طاحه. يا خي ناطرك تحت البيت. يلا نزال شمس، حرقتنا الشمس. يلا ناطرك. يلا يعطيك العافية معلم. أهلا مرحبا حبيب القلب. بديكش؟ شو هاي بديكش؟ ما فهمت، يمكن قصدي بتبادل هالسيارة سيارتي بسيارتك وما بتدفع لي فرق كبير، بس 20,000 دولار، شو رأيك؟ حبيب قلبي. نيحة يلا. عم تمزح ولا عم تنكت؟ تقبرني لا هيدي ولا هيدي، ما على شي بدي كرمالك. حسيتها بتلبقلك أول ما شفتك، ما أنا بقرة بالوجوه، حسيتها بتلبقلك حليلك هيدي. بتبادلها بس ب 20,000 دولار؟ برجع بقول لك. اوكي حبيبي روح، ما يدفشك علي، الله يوفقك. روح روح هلا. بدك ياني انا ابدو لايدي السياره الفخمه المرتبه بهالحرتوقه اللي معك؟ روح يا خيي. حرتوقه؟ الله يسامحك، معذور على كل حال. مش عارف حالك عن شو عم تحكي اصلا. شبيك لبيك، عبدك بين ايديك. عمل لي فنجان قهوه على السريع. حاضر سيدي. حبيبي صحة وهنا عقلبك. تفضل. مرسي. دخلك شو عرضت علي قبل شوي؟ عرضت عليك؟ ترجيتك تبادل سيارتي بسيارتك وفرق صغير 20,000 دولار. ما بدك. قبلت. قبلت؟ ايه. هذا مفتاح السيارة؟ ايه. وهذا تشيك؟ حبيبي. قلم. هيدا قلم. هيدا قلم. نحط القهوة. وهيدا تشيك ب 20,000 دولار. لحظة ستوب، صار 30,000 دولار، حضرتك تأخرت كثير أستاذ، ما عليه. و 35,000 كرمال هالعينتين. مبروك. مش خسارة مبروك فيك. حبيبي. حبيب قلبي.
ألف مبروك. ألف مبروك. حليلك حساسة لعلك. مبروك حبيبي. حبيب قلبي. حبيب قلبي. وتشرفنا. ها كل هذا شاني شبيك لبيك عبدك بين ايديك. شو اول شيء بدي سياره مثل اللي كانت معي، ومبدئيا بدي 50,000 دولار. عفوا سيدي، بس انا بس بعمل قهوه. نعم. أنا بقالي أسبوع عمال أكل وأعلف وكبدة وقوانص وسجق ولحمة راس، وأنت مفيش فايدة ولا في حاجة شعرها بتتحرك فيك يا جدع. إيه مفيش إحساس. غلطة ندمان عليها، وبقول واسمعيها، قلبي مش ملك ايدك، او لعبة بتلعبيها. غلطة اسمعيها، قال مش ملك ايدك، او لعبة بتلعبيها. غلطة سستك بالامان، بيتك الحنان حسستك امان، اديتك الحنان، وحاجات كتير زمان مديرتيش تفهميها، مديرتيش تفهميها. حسستك بالامان، اديتك الحنان، حسستك بالامان، اديتك الحنان، وحاجات كتير زمان مديرتيش تفهميها. I'm